بغينا على جينا واحتجينا في خطر هذا عيب هذا عار والمسلم في خطر هذا عيب هذا عار وتسجيل ترقياتهم باعتبار يوم الإضراب هو غياب غير مبرر مما يعتبر هجوم على مكتسبات وحقوق الشخيلة التعليمية وتجاهل مطالبها وتعطيل الحوار والاستفراغ الدفاع عن التعليم العمومي المجاني الجيد وعن الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية.